أمران اثنان يثاران الآن فعلا في الداخل الإسرائيلي. الإعلام يتحدث عن انتهاء الحرب على جنوب لبنان وعلى حزب الله خلال أسبوعين، وآخرون كذلك يتحدثون عن إبرام الصفقة في قطاع غزة. ما حقيقة ما يجري في الموضوع الأول حسين؟ يبدو أن انتهاء العملية البرية والاجتياح البري لجنوب لبنان والحرب برمتها على لبنان ستنتهي ويطوى هذا الملف في غضون 10 أيام إلى أسبوعين في ظل الضغوط الدولية والدنماركية التي يعمل بها المجتمع الدولي لتسوية هذا الملف وفق اتفاق أو قرار رقم 1701. هذا القرار لا مشكلة فيه، ما كان يعطل الأمر هو عودة حزب الله اللبناني إلى شمال الليطاني، لكن إسرائيل متمسكة بأن يكون هناك ضمان بأن لا يعيد بناء قدراته العسكرية أو وصول مساعدات عسكرية له، وأن يكون لإسرائيل إمكانية أو أن يكون لها سماح بالرد إذا ما جرى هناك أي اختراق. واليوم كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جولة عند الحدود الشمالية، ويبدو أنه ذهب إلى هناك لالتقاط الصورة الختامية لهذه الحرب في وقت قال فيه بأن سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن فإن عودة سكان الشمال إلى منازلهم هو أمر حتمي، والأمر الآخر هو القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله وعدم السماح بوصول الأسلحة له من إيران عبر الأراضي السورية. رغم أن هناك يعني اليوم كان عشرات الرشقات الصاروخية، أكثر من 100 صاروخ سقطت من جنوب لبنان في المدن والبلدات الإسرائيلية، معظمها جرى اعتراضها والبعض الآخر سقطت في مناطق مفتوحة. هذه الصواريخ وصلت بينما كان يتواجد أيضا بنيامين نتنياهو عند الحدود الشمالية، بالإضافة إلى وصول عدد من المسيرات، وكان هناك صعوبة في السيطرة على مسيرتين في هذه الليلة بعد ملاحقة دامت لأكثر من نصف ساعة من قبل المروحيات والمقاتلات الجوية الإسرائيلية لتسقط إحداها في جنوبي حيفا والثانية في عكا، وكان هناك أيضا اعتراض لمسيرة قبالة شواطئ قيصاريا، فضلا عن وصول مسيرات أخرى جرى إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما دوت صافرات الإنذار في كل من الجليل الغربي والجولان وعكا ونهارية وحيفا وعدد من البلدات الإسرائيلية، وكذلك في خليج حيفا والمناطق المجاورة. أما عن الملف الثاني فأن هذا الملف لم يتحرك حتى هذه اللحظة بشأن الوصول إلى صفقة أو إمكانية تحقيقها في وقت يستعد فيه وفد التفاوض الإسرائيلي لعقد لقاءات مع الأطراف كافة ومع الوسطاء ربما لدفع عجلة هذا الملف إلى الأمام بعد هذه الحرب التي استمرت لنحو أكثر من عام.